أنا دكتور ناصر طه، أستاذ أمراض القلب في جامعة المنيا، وعضو مجلس إدارة جمعية الضغط المصرية. ضغط الدم واحد من أهم المشاكل اللي بنتعرض ليها. احنا نسبة ضغط الدم في مصر 26% من الناس اللي سنهم فوق 20 سنة، بمعنى ان ربع سكان مصر اللي سنهم فوق 20 سنة عندهم ضغط. الضغط ليه أسباب كتيرة، أهمها العامل الوراثي، ويليه وجود كمية كبيرة من الملح في الأكل بتاعنا، والحاجة التانية زيادة الوزن. ديت الأسباب المباشرة للضغط، وديت الأسباب في منها أسباب نقدر إن احنا نصلحها، وفي أسباب ما نقدرش نصلحها زي وجود العامل الوراثي، ده ما نقدرش نصلحه. إنما الوزن مهم جدا، الملح مهم جدا إن احنا نقلله، ونوعية الأكل اللي احنا بناكلها لازم تكون أكثر صحية، لأن الأكل الصحي من الحاجات المهمة جدا اللي بتقلل الضغط بصورة كبيرة. ضغط الدم ملوش أعراض، مشكلته إنه ممكن يحصل بدون ما يبقى فيه أي عرض عندنا. ضغط الدم لازم يتقاس، كل واحد سنه فوق 20 سنة لازم يقيس الضغط بتاعه على الأقل مرة كل 5 سنين. لما بنوصل لسن 40 سنة لازم نقيس الضغط مرة كل سنة، فوق 50 سنة لازم نقيس الضغط مرة كل 6 شهور على الأقل. ده اللي ما عندهمش ضغط، اللي عنده ضغط لازم إن هو يتابع. ما فيش حاجة اسمها ضغط عصبي، الضغط لازم إن هو علشان نشخصه لازم نقيسه 3 مرات بعد عن بعض، وفي كل مرة لازم يتقاس 2 مرات ورا بعض، وبناخد متوسط القرايات ونشوف إذا كان عالي. المتوسط ده عالي في الحالة ديت بنعتبر إن الضغط عالي. الطريقة التانية إن احنا نشخص بيها الضغط إن احنا نعمل قياس ضغط لمدة 24 ساعة. قياس الضغط لمدة 24 ساعة ده بجهاز بيقيس الضغط كل ربع ساعة بالنهار وكل نص ساعة بالليل. متوسط القرايات بتاعته بتقول لنا إذا كان المريض ده عنده ضغط ولا لأ. قياس الضغط في البيت دي الطريقة الثالثة، وديت طريقة من الممكن استخدامها، بس لازم إن نستخدم جهاز ضغط ديجيتال ويكون موثق المصدر بتاعه. والحاجة الثانية إن احنا نقيس الضغط 2 الصبح 2 بالليل ولمدة أسبوع، وبعد كده ناخد متوسط 28 قراية. ده هيكون متوسط الضغط بتاعنا، وده اللي احنا نقدر ان احنا ناخد بيه قرار اذا كان عندنا ضغط ولا لا. لو اتخذ قرار ان احنا عندنا ضغط، علاج الضغط لازم يكون طول العمر. مفيش حاجة اسمها ان احنا واحد كان عندي ضغط وخفيت، ما دام عندي ضغط هيبقى بفضل عندي الضغط. انما مش كل العيانين اللي عندهم ضغط لازم ياخدوا علاج بالدواء. ان المرضى اللي بيقدروا انهم يخفضوا وزنهم بصوره كبيره، المرضى اللي بيقدروا انهم يقللوا كميه الملح اللي هم بياكلوها بكميه كبيره، في الحاله ديت من الممكن الضغط بتاعهم يتظبط دون استخدام دواء، وده اسمه العلاج الغير دوائي للضغط. واحد من اهم الحاجات اللي في العلاج الغير دوائي ممارسه الرياضه، والرياضه اللي احنا بنطلبها من المرضى انهم يمشوا كل يوم لمده نص ساعه على الاقل 5 مرات في الاسبوع. لو قدرنا ان احنا نعمل كده فيني كميه كبيره من الناس ضغطهم بيقل، او حتى على الاقل بدل ما احنا هنحتاج كميه كبيره من الادويه هنحتاج كميه اقل من العلاج علشان هو يتظبط. مهم جدا ان احنا نتاكد ان ما فيش أعضاء أخرى في الجسم فيها مشاكل، لأن وجود مشكلة في الأعضاء الأخرى اللي في الجسم بتؤدي إلى مشاكل أكبر، وإن زيادة الضغط في العيانين دولت بيحصل لهم كتير من المشاكل على الأعضاء الأخرى.
زي القلب زي الكلى زي المخ وزي الأوعية الدموية الطرفية في الرجلين. الضغط مشكلته ان هو زي ما قلنا ما لهوش أعراض، بس المشكلة ان هو ممكن ان هو يتعب أعضاء كتيرة جدا جدا في الجسم، علشان كده علاج الضغط بيبقى مهم جدا. مفيش حاجة اسمها علاج ضغط عند اللزوم، مفيش حاجة اسمها علاج ضغط ان احنا لما بقى تعبان اخد العلاج ولما لازم ابطل شوية، ومفيش حاجة اسمها ان انا اقلل الادوية بتاعتي شوية واخد منها راحة مرة او مرتين في الاسبوع، ده شيء خطير، لان تذبذب في مستوى الضغط بيعمل مشاكل لوحده غير مستوى الضغط الطبيعي. أشكركم.